السؤال كان عن تعداد سكان البحرين، والبحرين نكتشف أنها لا تعرف عدد سكانها من 2007. السؤال كان تفصيلي، والموقع الإلكتروني للوزارة في أكثر من تعداد وأكثر من إحصائية وفي تفصيل. كتب على تعداد سكاني في 2007، اكتشفنا فضيحة سكانية أن البحرين زادت 400 ألف تقريبا أو 300 وشوي وصارت مليون، مفاجأة. بعد كم شهر عقب ما انتهت السنة قاموا عدلوا، وبجيب لكم شلون عدلوا التعداد السكان. لما يصير التعداد السكاني شنو بيكون تعداد سكان البحرين؟ الإحصاء اللي بيصير في أبريل ومنشوف أو في القوائم الانتخابية كلها عجوبات أرقام سكانية قاعدة تطلع علينا يوم بعد يوم. طبعا المجموعات الإحصائية يعني هذه وثائق وتعتمد عليها المؤسسات والجهات الرسمية في الداخل والخارج، وهاي الوثائق تطلع في 2005 2006 2007. في فرق جوهري بين الوثيقة أو التعداد السكاني في 2006 و2007، بتطرق إليهم. المجموعات الإحصائية تعود بتاريخ إجراءات التعدادات السكانية مو مشكلة، بس لذلك تعتبر مملكة البحرين هذا في هذا الكتيبات، لذلك تعتبر مملكة البحرين واحدة من أعرق الدول العربية والأولى على صعيد دول مجلس التعاون في مجال جمع الإحصاءات السكانية. ورقة ثانية لما تتكلم عن الواقعات يعني المواليد والوفيات وهذه الأشياء اللي تؤثر في السكان مباشرة، يقولون ويتميز بتسجيل المواليد والوفيات بدرجة كبيرة من الدقة. هاي بس لاحظوها أساس بجيب أقول لكم ليش أنا مستغرب، إنه بدرجة كبيرة من الدقة وبعدين نجي نشوف النتائج. تعداد السكاني للنتائج الأساسية ل 2002، التعدادات السكانية هي الأساس اللي يعتمد عليه في الإسقاطات. ففي التعداد السكاني في 2001 طلعنا بنتيجة معينة أن هناك 650 ألف نسمة، منهم 405 بحريني و 244 غير بحريني، بلغت النسبة معدل النمو وهذا اللي أنا بأتكلم عنه 2.5 في 2001. طبعا هدف التعداد وأنه يدخل في كل هذه المعلومات السكانية، تدخل في كل الأشياء الحيوية من التخطيط وما شابه، هذا مذكور أيضا مو كلامي، كلام الإحصاء. جينا بعد ما اكتشف المليون وبعبقرية فدة، راحوا إلى التعدادات السكانية، ومن الوثائق الرسمية، هذه مو من كلامي أنا، من الوثائق الرسمية، راحوا إلى تعداد الوثيقة 2006 و2007. لو قارنها نجي نلاحظ في 2001 ما يقدرون يغيرون الجدول مال 2001 لأنه تعداد سكاني، راحوا من 2007 باكورد يعني رجعوا وقاموا يضيفون عدد، يجزئون هذه المليون الطفرة شلون يوزعونها. فجوا في 2002 وحطوا 9300 في 2003 17000 في 2004 26000 في 2005 36000 في 2006 46000 المجموع، هذه بس البحرينيين. مجموع في آخر سلايد فضيحة العبث السكاني، المجموع بين البحرينيين وغير بحرينيين 600 إذا تجمعهم كذي بإحصاء، هاي كلها من معلومات من عندهم. بحرينيين فقط 136000 أضيفة. في نفس هذه الكتيبات يتكلمون عن النمو الطبيعي يعني مواليد ووفيات في الوثيقتين، لأنه ما تقدر تغير يعني هذا ولد في البحرين، ما تقدر تغير تقول إن أنا في 2003 ناس زيادة ولدوا، مع أن إذا نرجع بس واحدة قبل، نرجع بعد واحدة، إذا تلاحظون في الأعمار من 0 إلى 4 نشوف النظافة 5000 6000 10000 شايف البحرينيين يعني يولدون بأثر رجعي، ما تصير. وزير التربية مدام موجود عنده عدد طلبة يقول أنا عندي هالقد عدد طلبة كل سنة، ما يصير أنا أرجع التاريخ وأقول لا ترى العدد طلبة مو 120000 كان 130000 في ذيك السنة، هذا عبث. وين يصير تقرير الأمم المتحدة اللي تعتمد على هذه المجموعات الإحصائية يتحدث عن نمو سكاني 2.5، يتحدث عن أمن الإنسان العربي، من ضمن أمن الإنسان العربي أن يكون هناك الدولة تعتمد على إحصاءات حقيقية
لذا لأنها تؤثر في الصحة في التعليم فيما شابه. هذا الآن التقارير التي تتحدث عن إحصاءات يعني ما لها قيمة، يعني ما لها ولا قيمة، لأن هذه المعلومات أما أنهم خطأ أو المعلومات اللي عند الوزارة هي الخطأ. نروح بنك المصرفي اللي يدعم الثقة المالية في البحرين، روح اللي في البنك المصرفي يعطينا عدد سكان يقول 4.3 النمو السكاني. وزير طبعا الآن يقول للوزارات اعتبروا النمو السكاني للبحرينيين 5.8 والأجانب ما أدري 10، وعقب 2014 بنعدل الوضع. البنك المصرفي واحدة من المؤشرات الأساسية في الدخل القومي نصيب الفرد. البنك المصرفي ما يقدر يقول نصيب الفرد في 2008 و 2009 لأنه ما عنده معلومات سكانية، يعني وين الناس تخطط؟ هذا يضر بالاقتصاد، بسمعة البحرين، ثقة المالية. شنو احنا نقول ان احنا ما عندنا معلومات؟ يعني في وين دولة ما تمتلك اليوم معلومات سكانية على اساس البنك المصرفي مجلس التنمية الاقتصادية اللي قاعد يخطط الى 2030؟ اي 2030 على اي رقم؟ اذا واحد من مجلس التنمية يقول لي على اي رقم يخطط مجلس التنمية الاقتصادية الان؟ كل سنتين سنعاود الاستراتيجية والرؤية، يعني في فقدان مصداقية سواء كان على المستوى المحلي على المستوى الخارجي. شلون احنا نخطط كوزارات صحة تعليم سكن ما شابه كل هذه الامور شلون نخطط لها من غير تعدادات سكانية حقيقية؟ مؤشرات دولية، البنك الدولي، الدول الخارجية، وزارات التجارات، كل العالم يعتمدون. الرئيس الامريكي بوش يجي يقول ان البحرين 750، تفاجأ انه مليون، يعني هو ما جاي الا على احصاءات معينة. كل المستثمرين يجون الان اذا انت بتفتح قطاع الاتصالات مثال على ذلك، تقول لهم والله البحرين فيها 750 penetration او الماضي penetration فيها 90%، بيقول لك انا مو انترستد ما بجي. بس لما تقول له مليون وفي 300 الف potential عندي لا بيجي. وهذا مثال واحد، يعني انت قاعد تضيع فرص اقتصادية وانت المسؤول عن هذه المعلومات وما قاعد تطلعها. الان اذا هذا الارقام دي لإعادة الجدولة للبحرينيين، وبكل كرامة اقول ما يصير نتعامل وياهم كأنهم انفنتوري في مخزن، ان نعيده اجمع هذه المعلومات اطلع 136 الف بحريني يضاف. اذا هذا الرقم تجنيس، هذا بس في 2007، وهذا العبث وهذه محاولة الإخفاء عشان إخفاء جريمة التجنيس، اليوم تخفى باكر ما تخفى. ومن قال اليوم مخفية جريمة التجنيس؟ جريمة التجنيس يشعر بها كل مواطن من أقصى البحرين لأقصى البحرين، ما تقدرون تخفونها. وإذا ما طلعتونها اليوم راح تطلع في التعداد السكاني. ما يمكن أن يجي بحريني في يوم من الأيام في 2020 ويقول أنا بحريني كنت مسجل في الجهاز المركزي للمعلومات من قبل 10 سنوات. في يوم من الأيام راح تحط هذا البحريني أو هذا المجنس تحطه في هذه الأرقام، ما يصير. إذا تبى تلعب في يعني تعبث في الدوائر الانتخابية ما شابه، في أسئلة تفصيلية أنا أقول لك بكل صراحة خليتها مناكفة عن المؤهلات، هذا موجود عن مؤهلات التعليم ودرجاته وعن الأسيويين وغير الأسيويين. أنا أقول نداء لجلالة الملك لا تدار دولة بهكذا طريقة بلا تعداد سكان، وإلى سمو ولي العهد لا يدار تنمية اقتصادية ورؤية اقتصادية بلا تعداد سكاني، ولا إلى سمو رئيس الوزراء لا تدار أيضا حكومة واستراتيجيات وخطط بلا تعداد سكاني. فوين صارت إن حكومة ومملكة لا تعرف تعداد سكانها؟ لما استجوبنا الوزير قال انا ما بعتمد على اسقاطات وجبت المليون لانه من السجل السكاني. وين راح السجل السكاني اليوم؟ ليش السجل السكاني ما يعتمد عليه في اعطائنا حق الشيخ احمد؟ هذا معلومه سكانيه. لذلك انا اطلب من مجلسكم الموقر ان يطالب الوزير بان يعطينا الرقم الحقيقي، لان هذا يحتاج الموضوع يحتاج الى فزعه وطنيه، مو موضوع نائب يسال عن تعداد البحرين. كل العالم تحتاج الى تعداد البحرين من المسؤولين الى اقل مواطن. شكرا.